السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في دورة جديدة على قناة Algorithm، دورة الويب باك 4. وقبل شرح الويب باك نحتاج إلى فهم مصطلح مهم وهو الباندلر. لدينا هذا المصطلح باندلر. الباندلر هو عبارة عن أداة تقوم بوضع الشفرة الخاصة بنا وجميع تبعيتها، أي جميع الملفات معا في ملف واحد. والويب باك يعتبر هو باندلر، يعني لو ذهبنا إلى الموقع الرسمي الخاص بالويب باك كما نلاحظ هو عبارة عن باندلر. إذا كيف يعمل هذا الباندلر؟ يقوم بقراءة جميع ملفات تطبيق أو مشروع ما، وبعد ذلك يقوم بتحديد العلاقات بين هذه الملفات. لدينا مثلا هنا ملف الصاص يعتمد على ملف صاص آخر، لدينا مثلا هنا الصاص يعتمد أيضا على صورة معينة، لدينا هنا مثلا ملف الجافا سكريبت يعتمد على صورة من نوع بي ان جي وصورة من نوع جي بي جي. اذا هذا الباندلر يقوم بتحديد جميع هذه العلاقات بين هذه الملفات، وهذه العملية التي يقوم فيها بتحديد هذه العلاقات نسميها بالديبندنسي جراف، هذا هو اسمها. ديبندنسي جراف. وبعد أن يقوم بعمل الـ Dependency Graph يقوم بتجميعهم في ملفات واحدة. مثلا هنا ملفات الجافا سكريبت يقوم بتجميعها في ملف جافا سكريبت واحد، وأيضا بالنسبة لملفات التنسيق الـ CSS والصور وغيرها. هذا هو الباندلر. إذا ما هو الويب باك؟ الويب باك هو عبارة عن أداة بناء بويلد تول، ويسمى أيضا بمحزم وحدات موديول باندلر، محزم وحدات. يستخدم فيه تطبيقات الويب، هذا الويب باك يستخدم يعني عادة في تطبيقات الويب لجعل عدد من أنواع الملفات المكونة للتطبيق كتبعيات. هذه الملفات هنا يجعلها كتبعيات لكي يستطيع تحديد أولا العلاقات بين هذه الملفات، وأيضا لكي يمكننا استدعائها عند الحاجة عن طريق الدالة require، طبعا باستخدام الجافا سكريبت والنوت جي اس. هذه الملفات يمكن أن تكون ملفات جافا سكريبت، ملفات سي اس اس، صور، ملفات فونتس يعني ملفات الخطوط. ويمكن الاستفادة من إمكانيات الويب باك في المشاريع المعقدة والكبيرة. وسبب ظهور الويب باك هو أنه في القديم عندما كنا نريد أن نعمل على مشروع مثلا بوتستراب كنا نعمل كالتالي. نقوم باستدعاء ملف الجيكويري اولا، ثم ملف البوتستراب، وبعد ذلك ملف السكريبت الخاص بنا وملف السكريبت الخاص بنا. وطبعا هذا الترتيب مهم، يعني يجب ان نستدعي ملف الجيكويري قبل البوتستراب، وبعد ذلك نستدعي ملف السكريبت الخاص بنا لكي يعمل المشروع يعني على أكمل وجه. كل شيء يشتغل تمام، لكن كانت هناك مشكلة وهي ضعف أداء الموقع، بسبب أنه في كل مرة نقوم بفتح المتصفح يتم عمل HTTP request، يتم عمل طلبات HTTP لجلب هذه الملفات، وهذا طبعا سيؤثر على سرعة وأداء الموقع. ولحل هذه المشكلة ظهرت ما يسمى بالتاسك رانرز، حيث تقوم هذه الأخيرة بتجميع هذه الملفات في ملف واحد. فعوضا عن أن نقوم باستدعاء هذه الملفات كل ملف منفصل، نقوم باستدعائهم بهذا الشكل، نسميه مثلا bundle.js. هكذا يعني الآن عوضا عن أن نقوم باستدعاء ثلاث ملفات سنقوم باستدعاء ملف واحد، وبهذا الشكل نكون قد حللنا مشكلة كثرة طلبات الـ HTTP والموقع سيكون سريع. لكن ظهرت مشاكل أخرى، أولا ترتيب الملفات لم يتم حله، فيجب أن نقوم بتحديد الترتيب يدويا. والمشكل الثاني وهو تعارض بين أسماء المتغيرات، فمثلا في البوتستراب هنا مثلا لدينا متغير مثلا بهذا الاسم فو هكذا، وهنا في ملف السكريبت الخاص بي ايضا قمت انا بعمل متغير باسم ايضا فو،
وطبعا عند جمعهم في ملف واحد سيحدث تعارض بين هاته المتغيرات، ولن يعمل التطبيق بالشكل المرجو. وجميع هذه المشاكل مهدت لظهور الويب باك الذي يحل جميع هذه المشاكل باحترافية، مما يسمح لنا بالتركيز في كتابة الكود أكثر من الاهتمام بحل مثل هذه المشاكل. وكانت هذه مقدمة تعريفية عن الويب باك، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. نلتقي في شرح جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.